الدولة للتعليم الفني قال إن الوزارة ستعمل على رفع مهارات الطالب وتأهيله لسوق العمل، وإن هناك خطتين على المدى القريب والبعيد ستتمان لحصول الطالب على التدريب. أشار يوسف خلال جولات التفقدية بجهاز التدريب الإنتاجي للتشييد والبناء إلى أن طلاب التعليم الفني يمثلون 500,000 طالب، ولابد من تأهيلهم لسوق العمل، واليوم بداية تطبيق خطة المدى القصير لتأهيل الطلاب في أسرع وقت. وبالتالي المركز ده بيدرب عمال اساسا، يعني المركز ده بيدرب عمال اللي هم التعلم المستمر، يعني واحد في شركه وبيطور نفسه، فهو بيجي مركز تدريب سواء هنا او المركز التدريب الموجود على مدار الجمهوريه. في حاجه لازم نبقى عشان نقول نتعلم من اخطائنا، احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ القطاع اللي بيشتغل في الصناعات دي هو اقل قطاع فيه نسبه بطاله في مصر، خلاص 2.3% اللي هو القطاع اللي المراكز دي بتخدمه، عشان كده بيبقى فيه مشكله الى حد ما في الاقبال على المراكز، تمام؟ فاحنا قلنا ايه؟ المراكز دي فلوس الدوله حطتها واستثمرتها، صح؟ عشان تستثمر في الناس، فاحنا بنخلي بنعيد يعني تعريف هذا بان احنا بالاضافه انها مفتوحه للتعلم المستمر او التدريب المستمر، تبقى مفتوحه للي داخلين سوق العمل من التعليم الفني باقسامه المختلفه في مصر. افتتحت فعاليات الدورة 81 لمؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة تحت عنوان اللغة العربية وعالم المعرفة. ومن جانبه قال وزير التعليم العالي السيد عبد الخالق إن موضوع هذه الدورة يلتقي مع ما تحاوله مؤسسات التعليم العالي في الوقت الراهن من اتصال بأسباب التقدم والتنمية في العالم، وسعي إلى توفير بيئة علمية مساعدة على الإبداع، تضع العلم في خدمة الإنسان وتجعل من بحوثه وتطبيقاته وسائل للتقدم والتنمية. ما نحاوله بسر في مؤسسات التعليم العالي المصرية كلها في وقتنا الحالي من الارتباط والربط والنهوض بأسباب التقدم والتنمية في العالم، بل ستجدون قريبا بإذن الله تعالى أن هناك مؤتمرا يعقد في مصر وهو بعنوان مصر تعبر إلى المستقبل على وصول المعرفة، ونسعى في ذلك كله إلى توفير بيئة علمية مساعدة على الإبداع، تضع العلم في خدمة الإنسان وتجعل من بحوثه وتطبيقاته وسائل للتقدم والتنمية. كرم محافظ القاهرة دكتور جلال سعيد 32 من الأمهات والآباء والأبناء المثاليين على مستوى المحافظة. وفي احتفالية نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تم تكريم السيدة فوزية أحمد عمارة باعتبارها الأم المثالية الأولى، والسيد صالح فهمي العربي الأب المثالي الأول على مستوى المحافظة. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يحفظه ويحميه في وسط مشاكله وهمومه دي كلها والكوارث اللي بيواجهها. افتكرنا وكرمنا. شعور جميل لدرجة عيطت، يعني ما عندكش فكرة قد ايه ان انا لو عندي خير اقدر اعمل اكتر من كده كنت عملت. يعني الحمد لله انا ربيت ولاد اختي مش ولادي، بس اكتر من ولادي، لو كنت خليت ما كنتش حبيتهم كده زي دول. اجمل شعور والله في الدنيا، اكبر جايزه في الدنيا، يعني الحمد لله. الواحد صبر كتير وتعب كتير وربنا شاهد، يعني الحمد لله. قالت عزة العشماوي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة إن عودة مهرجان سينما الطفل يعكس مدى حرص الدولة على إشباع احتياجات الطفل المصري وعلى ربطها بقيم المجتمع. جاء ذلك خلال ندوة الأسرة والتربية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانعكاساتها على حقوق الطفل المصري، والتي عقدت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للسينما وفنون الطفل. أعربت العشماوي عن أملها في أن يعيد المهرجان إلى الأذهان صورة الأسرة المصرية.